القدرات الخفية وحقيقة وجودها. كنت هنالك دائما بين طيات ذلك العالم اللامتناهي، كنت سيدا بين تلك العوالم. لقد جهزت بأحدث التقنيات الخلقية لمتابعة رحلتك واختراق الأبعاد. لقد سخر لك الكثير من المخلوقات من حولك لتراقبك وتتابعك وتساعدك على مدار رحلتك، تلك الرحلة التي لم تنطلق لها يوما إلا لتجيب على سؤال كان يسبب لك الفضول الكبير: من أين لك كل تلك القدرات العجيبة؟ لقد كنت في كل مكان وأنت لا تبارح مكانك. لقد كنت تعلم كل شيء من غير جهد منك، تتمتع بقدرة على الرؤية عظيمة تنفذ بها من خلال العوالم والأبعاد وأنت في مكانك. لقد كانت النعم تنهال عليك من كل جانب، لم تكن حتى لتدرك كيف يحدث ذلك. لقد كانت تلك القوة العظيمة مسخرة لك. لقد كنت مرتبطا مع مصدر النور، مصدر الخلق والإلهام، مصدر الإبداع، مصدر الحياة ومصدر الوجود، حتى جاء ذلك اليوم الذي أراد لك واهب الحياة أن تستقل بإرادة كاملة تحت إشرافه. كنت دوما قابعا هنالك بين طيات كنهه وتستمد كل قدراتك منه دون أن تعلم ما الذي يحدث، دون أن تبذل أي جهد ومحبة منه لك، ولتمتلك الحرية التي لم يخلقك يوما إلا لتحصل عليها. حان موعد الاستقلال والكمال تحت راية ذلك المصدر الذي ملأ الأرجاء بالحياة. عندما تكون داخل الشيء تحس بكل شيء فيه، إلا أنك لا تدرك حقيقته إلا عندما تخرج منه وتراه. فكيف بك وأنت داخل ذلك اللاشيء، داخل من يوجد الأشياء وأنت واحد من تلك الأشياء؟ لقد شاءت الحكمة الإلهية بأن تجعلك تنظر إليه وتتعرف عليه، ولن يكون ذلك إلا بالخروج منه. ولكي تدرك حقيقة نفسك يجب أن يولد ذلك النور، يجب أن يتحرك حتى يدرك المعرفة الهاجعة فيه ويبدأ بالتعرف على كل شيء والاعتماد على نفسه. جاءت اللحظة التي كنت دائما تنتظرها، لحظة الانبثاق، لحظة أن تكون خلقا مكتملا، شعاعا ذهبيا لا يعرف إلا الانطلاق والتقدم. ولكن ذلك التقدم يحتاج إلى أن تكون دائما متصلا مع مصدرك، متصلا مع من خرجت منه لتلتئم الرعاية والمساندة. فكل ذلك السؤال الذي يجب أن تجيب عليه لتحفظ حقيقة ذلك الاتصال مع مصدر الحياة والوجود، وللتأكد أنك ما خرجت يوما لتتمرد وتستقل عنه، بل لتعود محملا بالمعرفة والخبرات التي تعزز من حريتك واكتمال وعيك. كان ذلك السؤال الذي سيحفظ لك طريق العودة، ألا وهو: من أنا؟ نعم، ذلك السؤال الذي وجه لك قبل الانطلاق إلى الرحلة العظيمة: من الذي خرجت منه؟ ومن هو بالنسبة لك؟ وفي لمحة من النور الأزلي الذي كان يدور في تلك الأرواح الصغيرة واللطيفة الواقفة أمام مصدر وجودها، دارت كل لحظات الوعي والإدراك والتذكر لما كان بالداخل. وكأن هذا الكنه الروحي الجميل يعمل لأول مرة في داخل تلك الأرواح، واتضح كل نتاج العمل الوعي الهاجع فيها بطبيعة إجابة كل منها أمام مصدر خالقها، وانقسمت إلى مجموعتين بعدما أن ارتدت تلك اللحظة من النور الأزلي لتعيد اللازمان إلى مكانه بعد أن دق دقة واحدة. وأجابت الفئة الأولى وكانت العظمى: ماي لورد، سيدي. إلا أن الفئة الأخرى تلكأت هنيها بالإجابة، معلنة بذلك فشل تجذرها وارتباطها بمصدرها، واختلف خط الرحلة وتغيرت الأقدار. لن يكون هنالك وعي كلي ومعرفة حقة دون التعرف على حقيقة الارتباط بالمصدر. لذلك أصبح هذا الأخير هدف الرحلة. وبعد أن سادت لحظة من الصمت انطلق صوت يحمل بين وتراته الرجاء والأمل. لقد كان ذلك صوت قائد الفريق الأول الذي أجاد بالإجابة وكان أولهم بالإجابة: هل لنا أن نساعد إخوتنا في دربهم الطويل؟ أطلق ذلك السؤال وهو يعلم أن هذا الأمر يلغي عليهم الرحلة التي كانت مجهزة لهم، إلا أن حب التضامن ومساعدة الإخوة هو من أطلق سؤاله هذا. وبهذا رتب الأمر على من يمتحن ومن يساعد في الامتحان. من هنا بدأت الرحلة. خرجت أنت وخرج الزمان ليكون، ليمتد ولينير لك طريق رحلتك.
وخرج المكان ليكون أرضا لك تبحث فيها عن مبتغاك، وخرجت حشود كبيرة لتكون عونا لك على الدرب. انطلق شعاعك يجوب العوالم والأبعاد في كل قوته، يبني تارة ويختبر تارة أخرى، يبحث، يتعلم، يدرك ويعي، ينظر ويترقب، يدقق ويتأمل. كل مرحلة تقطعها تأتي غيرها أطول منها، ودخلت الأبعاد وانهدر منك ذلك النور الروحي ليتكثف مع كل بعد تنزل إليه لتختبر وتتعلم. فلقد كنت نورا متناهيا في الشفافية، وبدأت تستهلك قواك وتتكثف أكثر فأكثر لتتوافق مع طبيعة الأبعاد التي نزلت إليها، إلى أن قادك فضولك ووصلت إلى البعد المادي الفيزيائي، وكان لابد لك من أن تختبر المادة وأبعادها وعوالمها. فشاءت القدرة الإلهية أن يكون لك ذلك القلب الذي تستطيع من خلاله التعامل مع البعد المادي بكل حيثياته، إلا أن تلك الأنا والجهل بالوعي وبالإدراك الذي جعلك تتردد في الإجابة بادئ الأمر هو من جعلك تنفصل عن ارتباطك بأجسامك الباطنية بذلك النور الذي يربطك مع إخوتك ومساعديك، والذي سيردك في يوم من الأيام إلى حيث بدأت الرحلة. فأصبحت محشورا بجسد مادي وخارت قواك، وأصبحت مستعبدا له ولقدراته، ولقد كنت يوما من الأيام سيد الأكوان. ألم تعلم يوما أن نورك كان يحكم كل ما هو مادي؟ كان يحكم الكثير من العوالم، إلا أنك ركنت إلى تلك المادة واستعبدت نفسك لها، ونسيت ماضيك الحافل بالمهام، وأضحى كل ما تتذكره عن نفسك وعن تاريخك داخل تلك الكتلة المادية، ونشأت الخلق لديك لا تتعدى لحظة الانفجار العظيم الذي كان التمثيل السابع للطاقات التي خرجت معك لتكون مادية وتكون مسرح التجارب المادية لك بعدما أصبحت أنت ماديا في ذلك الجسد. والآن تبادرني بالسؤال عن القوى الخفية التي بداخلك، وهل هي هنالك؟ أم أن كل تلك القوى التي نلمحها من حولنا في بعض الأحيان مجرد خرافة؟ تلك القوى التي تلمحها من حولك هي ما تبقي من شذرات الذاكرة لما كان، والخرافة الوحيدة المزيفة هي الجهل وقلة الوعي وعدم الإدراك الذي أوجدته بداخلك ليكون السور العظيم الذي يتستر على خوفك وضعفك أمام الأنا التي بداخلك، والتي لم ترغب يوما إلا بأن تكون إلهة عليك تمنعك من مواصلة الرحلة إلى مصدر خالقك الحقيقي. أما الآن فاعلم أنني أريد أن أوجهك وأن أعلمك، فلقد تعبت من كثرة النداءات التي أطلقتها لك عبر مسارات وعيك ومسارات الطاقة التي بداخلك لتصل إلى الشاكرات التي تزودك بالمعرفة وطاقة الحياة. أم ظننت أن تلك الدوائر العظيمة من الطاقة الموجودة في هالتك الشاكرات هي مجرد زينة تحملها وتحمل كل الألوان الطيف بها لتتزين بها؟ كيف تدرك ذلك وأنت لا تعلم حتى ما هي شاكراتك، لا تعلم ما هي خطوط الاتصال بينك وبين العوالم من حولك؟ والآن اعلم لماذا تسأل عن القدرات، لأنك لم تختبر يوما تلك النوافذ السبعة بداخلك الشاكرات، والتي إن استعملت أصغرها قذفت بك خارج مجراتك التي اعتدت أن تعيش بجزء صغير فيها وهي الأرض. ولو علمت يوما عن أبعاد روحك السبع لأدركت الكثير من العلوم حول العلوم المخفية من حولك كالأشباح في أرضك والحضارات الأخرى خارج أرضك، ولو تعلمت استخدامها لما تعجبت من القدرات الخفية التي يلحظها العلماء من حولك ضمن تخصصات العلوم التي يطلقون عليها الباراسايكولوجي. ولو نظرت بعينك الثالثة، نعم لك عين ثالثة بين حاجبيك ضمرت لأنك لا تستخدم الجسم المسؤول عنها وهو الجسم النجمي كمن لا يستخدم قدماه فلم تعد تحملانه، لو نظرت بها لاخترقت الحواجز المادية وغير المادية. أخي الحبيب، ارجع إلى داخلك، ارجع إلى ذلك الصوت الذي لم ينفك من مناداتك لتعود إلى حقيقتك. أعلم أنك تتساءل كيف لي أن أتعلم ذلك كله، أقول لك نعم، بعد أن تخرج من فكرة ذلك القالب الذي تعيش فيه وتبدأ تؤمن بذاتك سنعلمك كل تلك القدرات واحدة تلو الأخرى. فلم نسعى يوما إلا للمساعدة إخواننا في رحلتهم الطويلة ودورهم وردهم إلى درب الحقيقة لنكمل الرحلة
الأصلية التي خلقنا من أجلها. والآن بعدما أصبحت تعلم أن هنالك الكثير والكثير من القدرات التي تتمتع بها وهي هاجعة فيك، أرجو منك أن ترفع غشاء الجهل والخوف من أمام ناظريك لتبحر مرة أخرى في بحر المعرفة الذي لم تفارق أنت عينيه يوما. أم ظننت أنك وحدك في هذه الأكوان؟